بوتين القابض على جمر التوتر في ملف أوكرانيا لا يبدو أن لديه أي نية لإرخاء قبضته. تابع الرئيس الروسي تدريباً عسكرياً للردع الاستراتيجي، شهد إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز، أسلحة متطورة وصفها بوتين سابقاً بأنها لا تقهر. بوتين عازم إذن على رفع درجة التوتر، وينوب عنه وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذه المرة في توجيه الرسالة للغرب: مخاوف روسيا يجب أن تحترم. أوكرانيا من جهتها تبث ما تملكه من رسائل طمأنة، يقول وزير خارجيتها ديمترو كوليبا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أنها جاهزة لكل السيناريوهات. جاءه التضامن من الحلفاء إذن. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا الغرب إلى التوحد في مواجهة التهديدات الروسية بغزو أوكرانيا. هنا تظهر الحاجة لموقف الحليف الأهم الولايات المتحدة، التي لم تجد أفضل من تهديد روسيا بأكثر شيء تخشاه. نائبة الرئيس كامالا هاريس هددت روسيا بأن حلف الناتو سيعزز قواته بأوروبا الشرقية إذا تم الغزو. لم تكن تحذيرات هاريس إلا ترجمة للواقع العسكري، فوزير الدفاع لويد أوستن رأى أن روسيا الآن في الوضع المثالي الذي يؤهلها لبدء الهجوم. أكد إذن الوزير كلام الرئيس: اقترب الغزو. جو بايدن: Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and I might add restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv,